أخبرني أحد الأشخاص يعني قريب من أحد الوزراء، بعد أن أخبرني الرئيس سألني، قال لي في مسؤولين بدأوا يجوني، شنو يعني شنو القصة؟ فمن سألته قال لي كل أسبوع يجون اثنين، بعضهم يعني مؤدب يعني ما يحكي وياه، ما يتكلم وياه كثير، يسلم بس، والبعض الآخر يجي بطريقة متشفي. وحدد لي الأسماء اللي افتهمت فيه ما بعد من مقرب من أحد الوزراء. اجتمع بيهم أياد علاوي على حسب ما نقل إليه، وطلب من الوزراء أنه الذهاب إلى الرئيس صدام حسين والتشفي فيه. فأحد كل الوزراء وافقوا إلا أحد الوزراء، وهو من مشيخة من مشايخ الجنوب ومن عشيرة وقبيلة معروفة ومحترمة، رفض. ما تسمي؟ لا أسميه وزير الدفاع. الاسم؟ شعلان. ما أذكر بالضبط شو اسمه، حازم الشعلان. حازم الشعلان رفض رفض قاطع، وقال للرئيس الوزراء اياد آنذاك، اياد علاوي، انه هذا مو من يعني من اصول العرب. ولا الرئيس خلص يعني راح. ابرز الاسماء اللي زارته او استفزته؟ برهم صالح. قال لك انه استفزه شخصيا؟ قال لا، ما قال استفزني، بس قال ما كان يعني وضعه مو طبيعي، يعني ما كان لا محب ولا كاره، بس كان يسأل يعني كثير سؤال. وزارة وزير السياحة ما أذكر شو اسمه، اللي وزير السياحة السابق، زارة باختيار أمين كمان، باختيار أمين، وأثنى عليه، قال كان مؤدب وسألني عندك مكان تزرع به، يعني حوض كان مطينا يزرع به. وزارني فلاح النقيب. وآخر عدنان الباتشي أيضا تحدثنا معه في هذا البرنامج عن زيارته، هو تحدث عن زيارته له. عدنان الباتشي زار زيارة جماعية مع السفير بول بريمر والجنرال جورج كيسي قائد القوات الأمريكية. أعتقد كان موفق الرباعي كمان، موفق الرباعي وأحمد شلبي. أحمد شلبي، أحمد شلبي، نعم. كانت تستفز هذه الزيارات؟ استفز موفق الرباعي أثناء الزيارة. بماذا استفز؟ يعني يقول كان يعني بعيد عني، وقف وكان يعني يتكلم بذاء، الفاظ نابيه، الفاظ نابيه، وعد ما قمت يقول حتى ألقنا درس، يقول مسكون الامريكان وابعدوا عني.